بن صفاء. ايه عندك معلم؟ خليك معي خليك معي. صفاء بدك تدبريها ما بعرف شلون، بتحكي مع كل عملائنا بدبي، بعدين بتروحي لعند سامر على مكتبه بجبل علي. خليكي معي شوي. شكرا معلم. تروحي لعند سامر على مكتبه بجبل علي، من هنيك بتحكي على مكتبنا بالشام. كل شي ناس إلنا معهم مصاري بتجيبيهم، ما بعرف كيف. بضاعتي موجودة هون بمرفق بيروت، وكل يوم تأخير عم بدفع بلاوي زرقاء عليها. عم تفهمي؟ ما بدي مماطلة منوبة. صفاء ما في تحاولي، بدك تخلقيهم خلقة للمصاري. القصة فيها خراب بيت لأنه، عم تفهمي؟ خليكي معي شوي. اسمعي صفاء، أنا ما حدا أقول لك بكرة، أنت بتحاكيني وبتخبريني أول بأول شو عم يصير معي، ماشي؟ يلا سلامات، يعطيك العافية، مع السلامة. والله ما بعرف شو بدي أقول لك يا فؤاد. أوقات بفكر بقول نحن شو طالعنا من البلد؟ كنا قاعدين واللي بيصير على هالعالم بيصير علينا. بحضر الأخبار ولا الحمد لله اللي طلعنا. أنا لولا مدرسة شادي يعني والله العظيم السنة الماضية ما خلصت المدارس وحدا بيعرف حدا. لك والله أنتوا عم تبالغوا، هاي أولادي ليكم ضلوا يداوموا لآخر يوم بالمدرسة، ما صار عليهم شيء يعني. كنتوا بمناطقكم ما صار مشاكل؟ أهلا أهلا. أهلين حبيبي. كيف حبيبي؟ شو الأخبار؟ الحمد لله. ما شاء الله عليك عم تطول. طمني إمتى وصلت؟ والله يعني من شوي من المطار لهون. اجيت من الشام بالطيارة؟ لا ما فتت على الشام، من دبي جاي. شو عم تعمل بدبي؟ عم حاول افتح شغل جديد. أي منيح شو عليه؟ شكله الأمور مطولة بالشام. دايما حبيبتي. صحتين كمل أكلها. خلص تمام. ما بدك تاكل حبيبي؟ لا حبيبتي دايما. كروم عم تحكي تطمن على ابوه؟ والله صار لي فتره ما حكيت معه. انا من يومين حكيت وطمنت عليه. والله كتر خيرك يا لينا، فيكي بايا اكثر من جوزك. ليش خير يعني؟ لا سمح الله انا مقصر بشيء؟ لا مو صرت مقصر بشيء، بس يعني ما تاخذني بهالكلمه، انا كنت جايتكم لهون مكان الاطعمة. انا لولا شادي ما كنت جيت لهون. يعني ما بعرف شو بدي اقول لك، بس بعتقد انه كان فيك تروح تقعد عند ابوك شهرين ثلاثه لبين ما تهدى الامور بالمنطقه عندكم. انا بعد ما قالوني من المحطه وضعي المادي صار صعب. ايه وهون ارخص يعني؟ لك يا حبيبي مو قضيه ارخص، بس هون في احتمال اني انا الاقي شغل. بعدين قلت لحالي يعني كمل الماجستير. بلا زعبره لك كروب، ليك كنت قاعد بالشام وعم تدرس وعين الله عليك. بالله مزبوط عم تحكي، لأنه ما عم بيصير تفجيرات بكل قرنة بالشام وما فيها بنوب، الشوارع فاضية ما فيها ولا حاجز. مزبوط. هلا بلا مبالغة ليكني أنا كنت بالشام قعدت أسبوعين هني، يعني العالم كيف بدي لك بلشت تتأقلم، يعني بلشت تتعود على القصة. ما حدا بيتأقلم مع الموت اليومي وبيكون عايش وما أحلى. لك يا رينا والله معك حق، بس أنا يعني اللي مزعلني إنه هالختيار اللي ملحوش لحاله بالشام. ملحوش؟ إيه ملحوش. يعني شو بتسميها واحد قاعد لحاله بهالبيت؟ لو كانت ميرا معه كانت دارت بالها عليه، بس انت حضرتك نصحتها تجي تكمل دراسة هون ببيروت. ليش فؤاد؟ ليكك انت بالشام وجنبه بدير بالك عليه؟ لك يا حبيبتي ما اختلفنا، انا قاعد معه بالشام، بس انا اموري عم تصير كتير سيئة، يعني شغلت شهرين ثلاثة بعلن افلاسي، والحقيقة انا عم فكر انقل كل شغلي على دبي. طب هي انت فؤاد عم تفكر انك تنقل كل شغلك على دبي، معناتها ليش عم تلومني؟ بس لاني سبقتك، هي انت عم تعمل مثلي. وطي صوتك هلا في شات. لحظة أسف. أنا مو قصة سبقتني وسبقتك، أنا أهلا أمو فؤاد. أهلا 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 أمو الشتاء، كيف حبيبي؟ شو؟ طمني عنك، مبسوط ها؟ في المدرسة شلون؟ منيحة. تعال أقول لك شو اسم رفيقتك اللي قاعدة جنبك؟ شوفوها. صباح الخير حبيبي. صباح الخير كرشو، تعا عاوزك. لا تزعل مني بس انا والله الان على ابو سامي،
كلياتنا قلقانين. بركي بكره ان شاء الله انا بحاكي وبقنعه يجي يقعد لهون كم يوم. ايه بس الله يخليك لا تقول له انا هون، ما بدي حدا يعرف اني ببيروت. ماشي. شيل هدول المخدات تبع الظهر اذا بدك ترتاح اكثر. ولا يهمك، دبر حالك. صباح الخير. صباح الخير.